يقول السائل: نعم، أنا وأخي أتينا معتمرين، نعم، هل ندفع زكاة الفطر هنا أم في بلدي؟ وعندي 5 من الأولاد، وفي أي دفع زكاة الفطر وكم هو؟ زكاة الفطر تدفعها ليلة العيد، سواء كنت هنا أو في أي مكان تدفعها ليلة العيد. إذا سمعت به إذا سمعت برؤية الهلال ليلة العيد تدفع الفطرة. من إعلان الرؤية إلى أن تخرج لصلاة العيد، كل هذا وقت للإخراج، وكل ما تأخرت أفضل إلى الخروج لصلاة العيد، تخرجها في البلد الذي أنت فيه، وفطرة أولادك تخرجها مع فطرتك، فطرة أولادك تخرجها مع فطرتك في البلد الذي أنت فيه ليلة العيد. ومقدارها صاع، بالصاع النبوي، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من الزبيب، صاع من الأقط، أو الطعام الذي يوكل في البلد، الرز، الدخن، أو كل الطعام الذي يوكل في البلد تخرج منه صاع، والصاع 3 كيلو تقريبا. إذا أخرجت 3 كيلو فقد أخرجت الصاع النبوي باحتياط. نعم، هو أقل من 3 كيلو، لكن الاحتياط أن تجعله 3 كيلو. نعم.